الآن بدنا ننتقل للجزئية الثانية في الماشين ليرنينج وهي البوستينج، عفوا هي الانسيبل ميثودز. انسيبل ميثودز زي ما حكينا انه هي باختصار انه انت بتحاول انه انت تدمج اكثر من ميثود في الماشين ليرنينج مع بعض، تمام، بحيث انه تحسن الاداء، بحيث انه انت تحسن الاداء. التفاصيل تبعتها هنا، اوكي، مفهوم الانسمبل ميثودز انه زي ما ذكرنا انه انا ممكن استخدم اكثر من موديل عشان انه انا احسن الاداء في البروبلم تبعتي. في انا عندي اسلوبين فعليا، اللي هو اسلوب الستاكينج واسلوب الباجينج. ايش الستاكينج؟ انه انت زي ما انت شايف هنا بستخدم الجوريثمز مختلفة، يعني هنا بستخدم كي ان ان، هنا ديسيجن تري، وهنا سبورت فيكتور ماشين، والديتا تبعتي عن الفروتس، تمام. فبحكي لي انه انا باخذ نفس البيانات بغذيها لاكثر من الجوريثم، والالجوريثمز هذه بعمل فوتنج بيناتها. يعني على سبيل المثال كان ان حكى لي انه هذه عباره عن شو اسمه عنب، والديسيجن تري حكى لي انه هاي عباره عن بروكلي، والسبورت فيكتور ماشين حكى لي انه هذه بروكلي، لا اثنين ضد واحد، فبالتالي الفاينل انسر انا عندي بروكلي. بهذا الشكل بعمل فوتنج بيناتها، لانه انت في عندك الماشين ليرنينج الجوريثمز في البعض عندها نقاط ضعف ونقاط قوه، فبالتالي باخذ اكثر من ميثود وبعمل فوتنج بيناتها. طبعا نظام الفوتنج statistically يفترض انه يكون انت عندك العدد فردي، يعني يا بتاخذ 3 خوارزميات يا 5 خوارزميات، ما ينفعش تاخذ 2 او 4، لانه لو طلع 50-50 يعني ايش بدك تسوي ساعتها؟ فبتاخذه عدد فردي. هذا مفهوم الستاكينج. اما مفهوم الباجينج، فعليا انت بتاخذ نفس الالجوريثم ولكن ايش بتغير؟ الداتا سيت. هي انت بتاخذ الداتا سيت الكبيره، تمام، وبتروح تعمل كذا موديل من نفس الالجوريثم، وكل موديل بتروح بتعطيه جزء من البيانات. عكس هذاك، هذاك بتدي له نفس البيانات ولكن المودلز بتختلف، هنا نفس الموديل ولكن البيانات بتختلف. يبقى هنا انا عندي ديسيجن تري ديسيجن تري ديسيجن تري، ولكن هنا كل مره انا عندي ديفرنت انيشال سيت بعملها فيد لهذا الموديل، تمام. فبطلع انا عندي في النهايه على سبيل المثال انه هذه التري حكت تفاحه، هذه التري وهذه التري حكت عنب، فبالتالي الفاينل انسر انا عندي عنب. هذا الكلام في الكلاسيفيكيشن، في الحالتين في الكلاسيفيكيشن في الحالتين انه انا بعمل نظام فوتنج، لكن في الريجريشن شو بسوي؟ باخذ الافرج، تمام. يعني هذا يعني هذه التري حكت انه سعر البيت 10000، وهذه حكت 12000، وهذه حكت 17000، باخذ مجموع بالضبط المجموع على العدد بهذا الشكل، تمام. ايش اكثر الميثودز اللي موجوده انا عندي؟ اللي هي الراندوم فورست والجريدينت بوستنج، الاكس جي بوستنج، حناخذهم هذول التنتين. حنبدا بالراندوم فورست، تمام. يبقى الراندوم فورست انت تخيلتها، ايش الراندوم فورست؟ هي عباره عن مجموعه من الديسيجن تريز، كل تري فيهم بعملهم فيد بانيشال داتا سيت مختلفه عن التري الثانيه، والفاينل اوتبوت بعمل له افريجنج في حال في الحاله تبعتنا المثال تبعنا اللي هو الهاوس برايسنج. وهذا الكلام موجود انت عندك وين؟ في هذا الدرس في الراندوم فورست، اوكي؟
طيب يبقى هنا الراندوم فورست انا في عندي تو كلاسز منها راندوم فورست ريجريسور وفي كلاسيفاير راندوم فورست ريجريسور راندوم فورست كلاسيفاير زي الديسيجن تري بالضبط بعملها امبورت من وين اسكيلرن انسمبل امبورت راندوم فورست ريجريسور طبعا هنا ما دام هذه ريجريشن بروبلم يبقى المتريكس تبعتي مين ابسوليوت ايرور بعرف منها اوبجكت الفورست موديل وبعمل فيت لترين اكس وترين واي صار انا عندي موضوع قسم البيانات هذه الشغله مسلمه مش هرجع احكي فيها بعد هيك يبقى تحضير البيانات جزء اساسي منها انه انت تعمل تقسم البيانات تمام هاي بنعمل هيك بريدكشن وهنا بنطبع المين ابسوليوت ايرور طلعنا عندي 20000 فاكر اخر مره احنا قديش جبنا 29000 وجبنا اقل من هيك كمان لا جبنا 26 ولا 24 انا لما عملت تونينج للباراميتر بشكل اكثر تمام لما طلعت انا عندي التري سايز 70 26000 اقل حاجه 26000 لاحظ انت عندك هنا انا يعني قاصد ان انا اورجي لك هاي الشغله لاحظ انت عندك يعني بدون اي ايفورت جبت واضح جدا انه الانسمبل ميثود بتعمل لك امبروف يعني سيجنيفيكانت امبروفمنت للريزلت لانه هي فعليا بتستخدم طريقه الانسمبل او تعمل كومباينيشن بين اكثر من ميثود تمام الان بيجي دورك انه انت تستخدم الراندوم فورست وتحل الاكسرسايز هذا تمام هذا الاكسرسايز في الراندوم فورست وبعديها بضل اخر حاجه اللي هي الماشين ليرنينج كومبيتيشن حورجي لك كيف انه انت تبدا تدخل في منافسات هيك بنكون خلصنا الكلاسيكال او الانترودكشن للماشين ليرنينج اوكي فبالتالي مطلوب منك انه انت تحل هذا الاكسرسايز الان يفترض انه انت تحله على السريع دغري